ارجع بقى للحل شويه اللي بقى منتشر على السوشيال ميديا، ويا ترى احنا ما بنبقاش عارفين يا ترى صحه الكلام ده ايه. اللي جايين دلوقتي وصفات، جيبوا الشابه وحطوا عليها اللي هو المسك الابيض وحطوا عليها بودره الثلج ويخلطوهم مع بعض عشان خاطر نشيل التعرق من تحت الابط بين الفخدين، الكلام ده كله خطوره. وبالذات ان احنا جينا في وقت من الاوقات يا دكتور، كتير من الاطباء الجلديه بالذات كانوا يعني بينصحوا الامهات ان هم ما يحطوش على بشره اطفالهم بودره اللي هي الاطفال دي. ده حقيقه، هي اصلا الشركه اللي اكبر شركه في العالم عامله بودره ثلج للاطفال، قالت انها خطر. خطر، وهتدفع تقريبا مبلغ ضخم جدا، مش عايز اقول رقم عشان يعني مش فاهم ده، مش عارف دقته. تدفعه على مدى سنين لانه مليارات. طبعا مليارات. هتدفعهم على مدى سنين كتعويض عن بعضها البودره. طبعا. البودره شيء غير صحي نهائيا. البودره اللي بنحطها غير ان هي فيها مواد يعني مسرطنه لا قدر الله، البودره هتروح فين؟ جوه تحت الجلد. هتروح فين؟ هتفضل موجوده، تمتص ميه وتمتص عرق، وهتتفاعل مع الاسطول بتاع البيبي والحاجات دي، وهتفضل موجوده كأنك حطيت جسم غريب على بشره الطفل. على بشره الطفل. لا، الكلام ده كله تم يعني الاستغناء عنه عن طريق كريمات بتساعد على بناء الحاجز الجلدي. ربنا خلقنا عندنا على الجلد حاجز جلدي. فدلوقتي معظم الكريمات اللي بتحط في منطقه الحفاضات او المناطق اللي زي دي بتساعد على بناء الحاجز الجلدي وتنشط الطبيعي بتاع الجسم، ماده الترطيب الطبيعيه بتاعه الجسم، واستغنوا عن حاجه الفيزيكال. البودره اللي بنحطها كحاجه ايه؟ كحاجه عازل. عازل. عازل بيسموه عازل فيزيائي يعني كده. لا ده خلاص ده ما بقاش صحي خالص. نرجع بقى لموضوع التركيبات اللي بتحصل على السوشيال ميديا ويا ترى بقى صحتها. هقول لك حاجه، هم بيعملوا ايه؟ هم بيجيبوا مثلا الحاجات الكريمات او الحاجات اللي مكتوبه على العلب بتاعت الكريمات والحاجات دي، وبيلاقوا عليها مكونات طبيعيه. فاقول لك طب ما تيجي احنا كمان نجيب الحاجات دي ونعملها احنا تركيبات. ونعملها تركيبات. فعلا الكريمات والحاجات اللي متصنعه في مصانع الادويه والشركات العالميه دي كلها جايه من النباتات والحاجات الطبيعيه. بس هي الفكره ايه بقى؟ يمكن قلت من شويه ان ربنا خلينا على الجلد حاجه اسمها حاجز جلدي، سكين بارير، لا يسمح بعبور اي حاجه، والا كل حاجه في الجو هتخش جسمنا جوه جسمنا جسمنا من جوه. ايوه صح. فهم لما بيجيبوا الجزيئات الضخمه بتاعت الشبه وبتاعت العصير وبتاعت التفاح وبتاعت الخل أيوة وبتاعت الحاجات دي، يجي يحطها على الجلد، هي مش هتعدي اصلا لانها جزيئاتها كبيره. طب اشمعنى بقى يعني شركات الادويه والمصانع العالميه دي حاجتها بتعدي؟ عشان بيعملوا تكسير للجزيئات دي. بتعمل حاجه اسمها نانو تكنولوجي. بيصغروا الجزيئات جدا 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 جدا، هو بيصغروا الجزيئات قوي 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 بحيث انها تعرف تعدي من الحاجز الجلدي. حاجه ثانيه اسمها، في حاجه ثانيه اسمها لايبزومال تكنولوجي، حاجه بتضحك على السيل ممبرين او الحاجز الجدار الخلوي بحيث انها تعدي مع حاجه اسمها لايبوزوم. المهم الفكره كلها انها تعمل حاجه تعرف تعدي الحاجز الجلدي. كل الحاجات اللي بتتعمل والوصفات والتركيبات هي اخرها بتعمل نوع من الترطيب للجلد او بتعمل نوع من الترطيب للشعر، انما مش هتعدي ومش هتفيد وبتجيب لنا مشاكل كتير جدا جدا جدا. وبمناسبه ترطيب الشعر يا دكتور، وبالذات بقى برضو الوصفات اللي تطلع، انا مش عارفه عندي الوصفه اللي اخدتها من العطار مين والفلاني مين، وشعر بنتي اختلف تماما وبقى ناعم. واحنا عارفين ان مفيش حاجه بتفرد الشعر، وزي ما حضرتك علمتنا كتير في الحلقات، مفيش حاجه بتفرد الشعر كده. كل شعر له طبيعه. بالظبط. وموضوع الشعر المجعد ده بيقول ان فيه عندهم روابط كبريتيه كتير، هم طبيعتهم كده. كل المواد اللي بتستعمل عشان تكسر هذه الروابط الكبريتيه بتكسرها الوقت، يقوم الشعر يفرد شويه، بس مش بيكسرها لوحدها، بيكسرها وبيكسر مكون مع الحاجات المفيده معاها، مكون الشعر اساسا. زي كده بتفرده مره واثنين وثلاثه وبعد كده ما بتلاقيهوش اصلا، تبدا بقى تشوف اكستنشن، تبدا تشوف باروكه، تبدا تشوف حاجات ايه، حاجات من دي. بمناسبه بقى البواريك يا دكتور. أيوة. ودي بقى بقت حاجه منتشره جدا جدا، واسعارها غاليه قوي، اسعارها جدا بقت دلوقتي بسبب البالغ عليها. بقت بارقام، بقت ب 20 وب 30 ووصلت ل 40. وبالذات الحاجات بقى الطبيعيه اللي كمان اللي يقول لك اللي هي اللي فيها طبيعيه فعلا. لا الشعر الطبيعي، لكن لا يقول لك طبيعيه، يعني كمان الفروه بتاعتها عاملينها من الشيفون ومن الجلد علشان خاطر الشعر يتنفس، ودي بتبقى بارقام. ايوه الحاجات دي يا دكتور،
بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم في فصل الصيف، وسيدات كتيره بقى تقول لا طب انا مش كل شويه هعمل شعري، انا البواريك دي سهلت لي حاجات كتيره. تاثير الحاجات دي على الشعر مده طويله، وفي دلوقتي بيستخدموا كمان حاجات صمغ عشان بيلزقوا بيها الباروكه دي، بحيث ان هم لو نزلوا البحر نزلوا بيزين مش عارفه ايه الكلام ده كله ما يتاثرش شعرهم او الباروكه تقع مثلا وهي ماشيه او حاجه. كل ده يا دكتور تاثيره ايه على فروه شعرنا وعلى شعرنا نفسه؟ هي لو مجرد انها اتحط باروكه بدون ما تلزق بصمغ او بدون ما تعمل بدبابيس، انا طبعا بشوفه عندي في العياده كتير عشان بشوف الشعر الاصلي بتاعهم فبيفك كل الحاجات دي بتاخد وقت فكها وبتاع. الدبابيس اللي بتتعمل دي بتعمل حاجه اسمها تراكشن الوفيشيا او بيسموها ثعلبه نتيجه شد الشعر. الدبوس اللي حطاه ده بيشد الشعر شده جامده جدا. رقم اتنين موضوع الصمغ او موضوع الحاجات اللي بيلزقوا بيها بتعمل حاجه اسمها حساسيه تلامسيه مع الوقت بتاثر على فروه الراس. كتمه الشعر الطول اللي هي طول الوقت لازم تبقى محكمه ومشدوده. أيوة. ده فرصه ان يحصل التهاب فروه الراس سواء كان التهاب بكتيري او فطريات، والشعر اللي بيعرق تحتيها ما هو انت كاتم هيروح فين؟ النفس اللي بيتنفس هيروح ليه بصيلات الشعر. في بعض الناس معذوره، في بعض الناس بيبقى يعني فعلا شعرها خف. شعره خف جدا وعندها مثلا حاجه، وناس تانيه عندها ثعلبه، انا بقول لها البسي باروكه لحد ما نكمل علاج. طبعا الثعلبه بقى لها علاج دلوقتي وسريع وحاجه ممتازه وفعال فعال. فانا بقول لها ما فيش مشكله خالص انك تلبسي باروكه لحد ما ايه ما نكمل علاج. ناس تانيين بيبقوا من اللي بيتلقوا العلاج الكيماوي والاشعاعي، دول بنقول لهم برضه البسوا باروكه ما فيش فيها اي مشكله خالص، بس بمحاذير ان احنا ما نلزقش بمواد تاذي الجلد، ما نحطهاش طول الوقت، ما ننزلش بيها ميه، اصل نزلت بيها ميه هيجي فيها فطريات ويجي فيها مشاكل. يمكن الشعر الطبيعي بيدافع عن نفسه، انما الشعر اللي هو الصناعي ده او اللي هو الميت ده هيدافع عن نفسه ازاي؟ هيبقى فرصه كبيره جدا تنمو فيه الفطريات، تنمو فيه البكتيريا. فدايما الاصل الفلوس اللي بتصرفها على ثمن الباروكه تستفيد انها تجيب بيها فيتامينز وحاجات لشعرها، علاج شعرها صدقيني هيرجع يبقى زي الفل. فاحنا بننصح انها تعالج شعرها احسن بكتير انها تلبس بالظبط. طب حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، ودي برضو بشوفها فصل الصيف والاطفال يعني بيصعبوا عليا. الام بيبقى عشان الاطفال لسه شعرهم بيبي هير صغير وقدامه الكلام ده كله، تلاقي الام بقى حاطه فازلين ايوه على الشعر عشان الشعر عارف اللي هو تحس ان هو متنشن كده ما يتحركش، وشد شعر الطفله. ده سؤال ده مهم جدا جدا جدا، لو طلعنا من الحلقه كلها بده كفايه جدا كفايه. ونصيحه للامهات دي رجاء زي ما انا قلت لها من شويه بتعمل حاجه اسمها تراكشن الوفيشا. كلمه تراكشن يعني شد، وكلمه الوفيشا يعني ثعلبه، ثعلبه نتيجه شد الشعر.